في فرنسا كان لدولة الإمارات ودبي بصورة خاصة حضور متميز في المنتدى الاقتصادي الفرنسي الخليجي الأول الذي نظمته الحكومة الفرنسية بسبب الفرص الاستثمارية المتميزة التي جعلت من الإمارات وجهة أولى للمستثمرين الباحثين عن فرص مجزية. من باريس تقرير محمد واموسي. هي النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الفرنسي الخليجي الذي تنظمه الحكومة الفرنسية بمشاركة شركات فرنسية وأخرى خليجية. المنتدى الذي بات منصة مفتوحة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين من فرنسا ودول الخليج العربي الست سلط الضوء أكثر على فرص الاستثمار في دولة الإمارات. العلاقة قوية جدا بين فرنسا والإمارات التي سأسعد بزيارتها في شهر يوليو المقبل لبحث سبل تقوية روابطنا الاقتصادية أكثر. الفرنسيون مبهورون جدا بالإمارات التي يزورونها باستمرار لاستكشاف كنوزها الهندسية والثقافية. نموذج دبي الاقتصادي يجذب الشركات بشكل كبير، وفي هذه الفترة التي يجتاز فيها العالم عدة أزمات تبقى الإمارات وجهة مغرية للمستثمرين والشركات الذين جاءوا للبحث عن معلومات في هذا المجال، فسوق الاستثمار في دبي فيه تنافسية كبيرة. ولأنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، كانت دبي الوجهة المغرية للشركات الفرنسية الباحثة عن موطئ قدم لها في الإمارات. فحضر ندوات المنتدى واجتماعاته عدد كبير من المستثمرين للتعرف على مزايا الاستثمار في دبي. هناك كثير من الحوافز، احنا مثل ما قلت لك هناك اللي هو نموذج دبي الاقتصادي دي 33 اللي هو من الان حتى عام 2033. كذلك هناك عدة منصات وعدة حوافز، من بينها طبعا الفيزا الذهبية اللي هو ما يسمى بالجولدن فيزا، ومن بينها تسهيلات أخرى مثل العمل عن بعد، وكذلك الكثير من المحفزات في عدة مجالات، من بينها طبعا ما يسمى بالبرسيجن ميديسن أو كذلك الطاقة النظيفة، كذلك الصناعة النظيفة، وكذلك العديد من الأشياء الممكنة من خلال التقنية. لذلك وجودنا هنا شيء مهم جدا. أكثر من 900 مشارك من فرنسا و350 من دول الخليج شاركوا في 14 مائدة مستديرة، وفي جعبتهم الكثير من الأسئلة المتعلقة بفرص الاستثمار في دبي. فرص دبي المهمة تحفزنا على تطوير أفكار لمشاريع غير موجودة بعد، خاصة في ظل وجود أيد عاملة من عدة دول ومجالات مختلفة. لذلك نرى في الإمارات أرضاً لتحقيق النجاح وخوض التحدي. رغم أن المنتدى مخصص لفرص الاستثمار في دول الخليج قاطبة، إلا أن دبي كانت الوجهة الأكثر اهتماماً لمختلف الشركات الفرنسية. فالبيئة الاستثمارية في دبي وما توفره من فرص جاذبة تغري كبار المستثمرين في مختلف المجالات. محمد وموسي لأخبار الإمارات، باريس.